مرحبا، كيفكم؟ أنا إسلام وهي قناتي ألوان تيوب. في فيديو اليوم جبت لكم معلومات عن فريق أميغوس فور إيفر أرابيك، وراح أحكي لكم فيه عن جنسيات أعضاء الفريق وأعمارهم وديانتهم. بس قبل ما نبلش المقطع تابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ويلا نبلش. فريق أصدقاء الدراسة للأبد هو فريق بيشتغل ضمن شركة إنتاج كبيرة بتنتج فيديوهات خاصة بقناة أجنبية متفرع منها عدد من القنوات، واحدة منها مدبلجة للغة العربية اسمها أميغوس فور إيفر أرابيك، وأشهر ممثلة في القناة هي إيفا، اسمها هو إيفا نيمارتشي، وبتبلغ إيفا من العمر 12 سنة، ومكان سكنها هو روسيا، وبالتحديد في جمهورية مولدوفا، وبتعتنق الديانة المسيحية، ولساتها طالبة في المدرسة، وأصدقائها المقربين فيوليتا وآنيا، وهوايتها هي الرقص. فيوليتا اسمها فيوليتا مورافا، هي نجمة من نجوم قناة أصدقاء للأبد، بتعيش في روسيا، وهي مسيحية الديانة، وهي شخصية مهمة في القناة، عمرها 14 سنة، ولساتها طالبة في المدرسة، وهواياتها السباحة والتمثيل. وإيفا من أكثر الأصدقاء المقربين إلها. سافا هو أحد أبطال قناة أميغوس فور إيفر، وهو تاني أشهر شخصية بعد إيفا في القناة. ديانته هي المسيحية، وبيسكن في روسيا، ولساته بيدرس في المدرسة، وعمره 11 سنة، وهوايته لعبة البولينج وكرة القدم وركوب الدراجات. آنيا عمرها 12 سنة، وهي مسيحية، وبتعيش مع عائلتها بروسيا، ولساتها طالبة في المدرسة، وموهبتها الغناء والتمثيل. وصديقتها المقربة هي فيوليتا داشا ديمتريفا، عمرها 15 سنة، وبتشتغل بلوجر في قناة أميغوس فور إيفر، وبتظهر في القناة الأوكرانية أكتر. ماكس شارك في بعض فيديوهات القناة، وديانته هي المسيحية، وبيسكن في روسيا، وموهبته هي التمثيل. فيكا اسمها الحقيقي فيكتوريا كوتيوك، هي نجمة من نجوم قناة أميغوس فور إيفر، عمرها 13 سنة، أوكرانية الجنسية ومسيحية الديانة، وبتسكن في مدينة زهيتومير في دولة أوكرانيا، ولساتها طالبة في المدرسة، وهوايتها هي الرقص، وبتحب الموضة والسفر والأزياء. سونيا أو المعروفة باسم صوفي، مسيحية الديانة وروسية الجنسية، وعمرها 12 سنة، وهوايتها هي التمثيل. وأصدقائها المقربين إيفا وسافا، وبتشتغل ممثلة ضمن فريق قناة أصدقاء الدراسة للأبد. دانيك عمره 14 سنة، وبيعيش في روسيا مع عائلته، وهو مسيحي الديانة، ولساته طالب في المدرسة، وهوايته كرة القدم. تانيت هي نجمة من نجوم قناة أميغوس فور إيفر، بتعيش في روسيا، وهي مسيحية الديانة، وبتحب التمثيل والموضة. جوليا مسيحية الديانة، وبتعيش في روسيا، وبتحب الموضة والأزياء والسفر. واشترك في قناة أميغوس فور إيفر أرابيك أكثر من 2 مليون مشترك، والقناة في صعود، وسجلت 1,137,000,000 مشاهدة، وهذا الرقم من النادر يكون موجود باليوتيوب، وهو رقم كبير جدا. وإحنا هنا بنتكلم بس عن القناة المدبلجة باللغة العربية، لأنه هاي القناة واحدة من قنوات متعددة، والقناة الأساسية فيها أكثر من 2,700,000 مشترك، واسمها أميغوس فور إيفر، وهاي القنوات بيظهر عليها عدد من النجوم وبيقدموا فيها محتوى متنوع بين التمثيل والتحديات والتجارب. وفي نهاية المقطع إذا عجبكم ما تنسوا اللايك، وكمان اكتبوا لي مين حبيتوا أكثر من شخصيات القناة، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وكمان تابعوني على الانستغرام، حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.